يحاول هذا الأب إبقاء طفلته على قيد الحياة، يدخلها إلى مستشفى يفتقد لأبسط مقومات الصحة، حيث يتجمع العديد من المرضى دون عناية صحية لازمة. أطفال في عمر الزهور تتهدد حياتهم سوء التغذية، كمثل هذه الطفلة رضية. لم يتسنى لرضية التي تبلغ 11 عاماً مجرد الشعور بفارق انتهاء عام وبدي آخر، حيث بدأت عام 2020 بالركود على سرير بجناح سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء، وتعاني من ضمور في المخ إلى جانب سوء التغذية الحاد. في يعني في بداية سنة جديدة لازم نحن نكون في ازدهار، وهذا لذلك احنا نتفاجئ بوصولها يعني دخول المستشفى في تعاني من سوء تغذية وخيم. يعني عانت رضية من سوء التغذية منذ عام 2015 ولم يكن لدى أهلها المال الكافي لعلاجها، لكنها ليست وحدها من تعاني من سوء التغذية، بل هناك الكثير من الأطفال في معظم أنحاء الجمهورية الذين تزدحم بهم المستشفيات التي تعمل بإمكانيات ضئيلة وطاقم طبي محدود. بكثرة الحالات هذه في وضعنا هذا الحالي هو الحصار والحرب يعني على اليمن بشكل عام. سوء التغذية في اليمن تتزايد عدد حالاته مع استمرار الصراع والحصار اللذين يقفان عائقاً أمام دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أكثر من 12 مليون طفل وفق تقديرات الأمم المتحدة، في ظل تحذيرات أطلقها برنامج الأغذية العالمي من توسع مساحة الفقر والجوع بشكل لم يسبق له مثيل في اليمن.